السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي بإذن الله هنشرح ازاي نعمل بارسل حاجة اسمها create right of way. اول شيء هنحول القطعة بتاعتنا اللي هي الاساسية دي البارسل، كل ما هنا لكن انا هضغط هنا واقول له بارسل from object، اختار القطعة الاساسية وبقول له انتر. تمام، باخد الداتا كما هي مفيش مشكلة واقول له اوكي. دلوقتي هو عمل لي ايه؟ عمل لي القطعة زي ما احنا شايفينها اللي هي الايه الاساسية اللي بره خالص. هبتدي احول ايه هو رايت اوف واي. رايت اوف واي اللي هو زي ما بيقول ايه حرم الطريق، او يعني ايه الجزئيه اللي ما ينفعش يتبنى جوه. مثلا هو الطريق مثلا لو عرضه 40 متر فرضا بياخدوا 10 متر يمين زياده و10 متر شمال، حاجه اسمها حرم للطريق. نفس الحكايه هنا في تقسيم الاراضي، لو في طرق هتبقى معديه في الشكل زي ما هنشوف دلوقتي يبقى لازم يبقى في حرم للطريق يمين وشمال. هنبتدي نعملها ازاي دلوقتي. الاول حاجه نحول الخطوط اللي معانا دي عباره اللي بدل ما هي خطوط نحولها الاينمنت، يبقى نيجي على الاينمنت هنا اهوت نقول له الاينمنت فروم اوبجكت، بنختار الشكل حلو كده ونقول له اوكي. هو بيقول لي الاتجاه كده، اقول له اوكي ما فيش مشكله. اهم شيء في حاله اللي انا الاينمنت اللي انا بعد بعمله دوت اخلي هو هنا كاتب سايت نان، مفيش سايت، لا فبقول له لا خليه لي في السايت واحد، عشان لو انا خليت السايت نان يبقى مش هيتفاعل معايا في مين؟ في البارسل نفسه، لان البارسل على سايت واحد، فلو انا خليته نان يعني هو مش موجود في سايت يبقى مش هيتفاعلوا مع بعض ومش هيقسمها لي. مجرد ما انا قلت له لا خليها لي في سايت 1، وهنحط الليبلز بتاعته هنا ونقول له مثلا الميجر اند ماينر اونلي، ونقول له ايه؟ ونقول اوكي. اتقسمت معانا زي ما احنا شايفين بروبرتي 1 بروبرتي 2، يعني القطعتين الاولى والثانيه. نفس الحكايه هنحول الخطين التانيين دول، هنقول برضو فروم الاينمنت سوري كريت الاينمنت فروم اوبجكت، الاتجاه كده مفيش مشكله، وده هنخليه في السايت 1 حلو، ونخليه نو ليبلز مش عايزين، لا هنخليه بالليبلز عشان يبقى باين معانا، ونقول له اوكي. زي ما احنا شايفين نفس الحكايه، نحول تالت واحد لكريت الاينمنت فروم اوبجكت ده، ونقول انتر انتر، نخليه في سايت 1. اهم حاجه السايت اللي لازم يكون ايه في سايت 1 تمام، عشان يقدر يتفاعل مع القطع بتاعتي. نخليه هنا اهوت ميجر ماينور اوكي. تمام كده، زي ما احنا شايفين القطعه الواحده اتقسمت بقت كام؟ بقت 6 قطع. هصغر بس الكتابات شويه حلو عشان ايه العمليه لا تعوق معانا. بقت الايه القطع بتاعتنا هي زي ما احنا شايفين 1 2 3 4 5 6 تمام. ليه؟ لان في خط افقي وخطين راسي. هنبتدي ندخل هنا على اللي هي الرايت اوف واي. تمام، بيقول اول حاجه اختار البارسلز بتاعتنا، فانا بختار له مجموعه البارسلز دي تمام اللي هم 6 بارسلز، وبقول له انتر. بيطلع لي المربع سوري النافذه الحواريه دي. اول حاجه بيقول لي ايه الاوفست فروم الاينمنت، هاخد اوفست كام الاول؟ هاخد اوفست يمين وشمال كام الطريق؟ فانا هقول له مثلا 7 متر ونص، معناها ان هو هياخد 7 متر ونص يمين و7 متر ونص شمال. حلو، هنا بيقول لي الفيلت راديوس ات بارسل باوندري. دلوقتي البارسل اللي هو الخط الالاينمنت اللي هو في الاخر نوت، طبعا هو هياخد هنا اوفست 7 متر ونص مع خط 7 ونص، هل يفضل ماشي مستقيم ولا يعمل لي كيرف في الاواخر في الجزئيه اللي هي في الاخر هنا؟ فانا هقول له لا دي خليها لي نان، خليها لي خط مستقيم، ما تطلعش بيه ما تطلعش بخطوط معموله فيلت. الكلين اب ات الاينمنت انترسكشن في مناطق التقاطعات بتاعت الاينمنت، الاينمنت هنا والاينمنت هنا. حلو، المفروض في اوفست 7 متر ونص لتحت هنا و7 ونص رايت سايد، يعني ناحيه رايت سايد هنا اهوت. المنطقه اللي في النص هنا ما بينهم هيعمل ايه؟ فبقول له لا اعملها لي هنا اهوت، عباره عن فيلت ريديوس كام؟ ريديوس 5 متر كفايه تمام. طبعا ممكن فيلت وممكن نان وممكن شنفر، شنفر يعني هياخد 5 متر من الضلع الاول و5 متر من الضلع الثاني، زي ما هنشوف هنقول له فيلت ونقول اوكي. اهو هنا في النهايه اتعملها لي خط مستقيم مفيش مشكله، وهنا في مناطق التقاطعات عمل ايه؟ زي ما عشان عمل كيرف، لو احنا شيكنا حتى على الكيرف دوت هنلاقيه كام؟ الكيرف ده هنلاقيه الراديوس بتاعه 5 متر، ادي هي مكتوبه كام؟ مكتوبه 5 متر تمام كده؟ يبقى كده عمل ايه؟ النهايات زي ما قلت له والكلام ده كله زي ما قلت له. وفي نفس الوقت دلوقتي هو طلع لي اريات جوه، بمعنى ايه؟ الاريا اللي هي ما بين الالاينمنت والالاينمنت ده والقطعه نفسها بقت دي عباره عن ايه؟ اريا واحده زي ما احنا شايفين، ودي اريا ثانيه، وفي دي اريا ثالثه اللي في النص هنا، ودي الرابعه هنا، والخمسه هنا، والسته هنا. بخلاف السته الاساسيين بتوعنا يبقى كده معايا كام؟ 12 بروبرتي، يعني بالظبط كده 12 قطعه تمام كده؟
طب انا فكره بقى الرايت اوف واي ايه فرقها من حاجه اسمها الاوفست الاينمنت؟ الرايت اوف واي ان القطعه دي ما بقى مش هتبقى دايناميك مع تغيير الالاينمنت. يعني ايه؟ يعني لو انا غيرت اتجاه الالاينمنت دوت، جبته مثلا فرضا من هنا ووديته هنا، حلو، القطعه ما اتغيرتش معايا، القطعه الاساسيه زي ما هي، ولكن زادت قطعه. يعني القطعه الاساسيه المفروض دي كانت زي ما هي، لا اتقسمت بقت ايه؟ بقت قطعتين، لكن الحدود الاساسيه بتاعتي اللي هي 7 متر ونص ما مشيتش معايا. 7 متر ونص ما مشيتش معايا، المفروض تمشي معايا 7 متر ونص، لا ما بتمشيش معايا في الايه؟ في الرايت اوف واي زي ما احنا عملناها كده. معنى ذلك ان الرايت اوف واي القطع الاساسيه اللي انا نفذتها ما بتبقاش دايناميك، ما بتتغيرش معايا، لكن لو خط الالاينمنت عدى فيها بيبتدي ايه؟ بيبتدي يعمل لي قطع جديده. ماشي؟ بعكس مين؟ بعكس في حاله لو انا عملت حاجه اسمها الاوفست الاينمنت. يعني ايه الاوفست الاينمنت؟ هنعمل برضو ريكتانجولار تاني هنا كده، حلو؟ ماشي؟ وهبتدي اعمل الاينمنت في النص كده مثلا، خط كده في النص، بس ان هو ده هيبقى ليه خط الالاينمنت بتاعي، حلو كده؟ ماشي؟ هنحول البارسل، الاول نعمل بارسل اللي هي دي واقول له انتر، هوافق على ما هو عليه واقول له اوكي، تمام؟ ادي البروبرتي رقم 13، وبعد كده بقول له الاينمنت كريت فروم اوبجكت اللي هو الخط ده، واقول له انتر انتر، حلو. برضه هدخله في سايت 1 عشان يتفاعل معنا القطعه، وهنخليه بنقول ليبلز، خليه ليبلز بس بتاعت اللي هي الايه الاستشهادات بتاعتي. هو عمل لي هنا ايه؟ قطعتين زي ما احنا شايفينهم كده، تمام؟ طيب في حاله لو انا حبيت مثلا اضيف دلوقتي احنا عايزين ايه؟ عايزين نضيف الاوفست الاينمنت. مجرد ما بنضغط على الاينمنت نفسه في حاجه اسمها هنا اوفست الاينمنت، نضغط عليها هنا اهوت، تمام؟ بيقول لي الاوفست ده عباره عن كام؟ كام اوفست يمين كام اوفست شمال؟ انا هاخد اوفست واحد بس، بعرضه كام؟ بعرض مثلا 6 متر شمال و6 متر يمين، تمام كده؟ اهم حاجه طبعا هو السايت 1 هنا، لان خلاص الالاينمنت بقى مرتبط بالسايت 1، ونفس الحكايه الاوفست بتاع الالاينمنت اللي هيظهر دوت مرتبط بالسايت 1، وهقول له اوكي. مجرد ما عملنا اوكي زي ما احنا شايفين بدا يقسم ايه؟ بدا يقسم القطعتين زياده جوه زائد القطعتين الاساسيتين اللي بره هم، حلو؟ في حالة لو احنا غيرنا الداتا بتاعتنا اللي هي بتاعت التفاصيل الالاينمنت، طبعا اوتوماتيك هيتغير معاه الاوفست بتاعه، وفي نفس الوقت هتتعدل الاريات بتاعتنا. يعني احنا زي ما احنا شايفين ان الاربع اريات اهم، حلو، هنشد دي بره شويه كده، تمام، ونبتدي نشد مثلا دي كده، حلو، هنلاقي ان الاريا 13 دي بقت كبيره جدا زي ما احنا شايفين، وال 16 دي بقت صغيره، والاريتين دول الموجودين دول هنا اهوت. نفس الحكايه لو انا مثلا عدلت كده، حلو، هنلاقي 13 او الاريا الصغيره بقت فوق هنا اهوت، والاريا الكبيره بقت هي ايه؟ بقت هي اللي تحت. معنى ذلك ان لو احنا عملنا تقسيم عملنا ان الالاينمنت والبارسل الاثنين في 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 سوري في يعني في سايت واحد، وفي نفس الوقت بدانا نقسم البارسلز حوالين الطريق بتاعنا، يبقى كده الطريق بتاعنا والبارسل متفاعلين مع بعض، وفي نفس الوقت البارسلز هتتغير على حسب تغير الطريق. اما في حاله الرايت اوف واي زي ما احنا شايفين كده، لو انا غيرت الالاينمنت زي ما عملنا، كل ما هناك لو الالاينمنت عدى على قطع هيفصلها لي، لكن القطع الاساسيه اللي احنا زي ما شايفينها كما هي لم تتغير ايه؟ لم تتغير فيها اي شيء. طبعا هي الجزئيه دي تفيد جدا في حاله لو احنا مثلا عندنا طريق هيتعمل وفي قطع اراضي بالفعل موجوده، كل ما هنالك ان انا هعمل الاراضي دي عباره عن بارسلز، وابتدي احط الطريق بتاعي حدود الخارجيه بره يمين وشمال، وابتدي اشوف الطريق دوت لما هيشتغل هيقطع انهي قطع، بحيث اقدر افرز القطعه دي كام ومساحتها قد ايه عشان عمليه التعويضات. ده باذن الله هبوريها لكم ازاي، بحيث نقدر بعد كده نطلع الداتا دي بتاعت ايه؟ بتاعت اللي هي الاراضي اللي هتحتاج ان هي تتقطع منها، وتتقطع منها مساحات قد ايه والكلام ده كله، ونطلعها في جداول، بحيث يبقى سهل جدا ان احنا ايه نتعامل معاها بشكل ايه؟ بشكل جداول. دي بس حبيت هنا ان انا اشرح زي ما قلت لكم الحاجه الفرق اللي هو ما بين اللي هي الرايت اوف واي اللي هي حرم الطريق بس بالطريقه العاديه دي، ودي بطريقه اللي هي الاوفست الاينمنت. طبعا الاوفست الاينمنت احسن بكتير، وباذن الله هشوفكم في الدرس الجاي اللي هو عباره عن ازاي نجيب رسمه من الاوتوكاد ونبتدي نعدلها نخليها البارسلز بتاعتنا، وازاي الامور اللي هي ممكن تقابلنا، وباذن الله نحلها مع بعضنا. واشوفكم باذن الله في الدرس اللي جاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.